معزوز عبد الكريم مدير شركة دي بي ام اللي عندها لا مارك أكسنت. احنا الحمد لله اليوم موجودين في مدينة أحفير ريجون أغبال، كنديروا لا ديمونستراسيون ديال هاد لي سوليسيون جداد اترافير لي ماشين جيمنج اي لي سوليسيون فيغ. دابا التعليم دابا ولا ديفيرون، التعليم دابا ولا اترافير لي كاسك فيغ واترافير لي ماشين فيرتويل. المغرب مازال ما معطلش كما الدول الاخرى، خص غير لا فولونتي. دابا في المستقبل غادي ليليكتريسيان لو بلومبي لو فارماسيان l'infirmière et même le médecin, parce qu'on a de la demande aujourd'hui au niveau des établissements d'enseignement, la médecine, le Rabat ou le Dar el-Bayda, Inch'Allah, on a installé les mêmes solutions. Le docteur a un problème, parce qu'on n'a pas cette idée beaucoup. Donc, c'est facile, Mouria. Et le Maghreb, il n'y a pas d'attention à la volonté, la volonté de mettre des solutions. Ce sont des solutions machiralines, ce sont des solutions démocratisées. Et nous, notre société, nous avons mis la solution complète. Le computer, avec une technique d'alliance, le graphique et la mémoire. Et ces machines VR de la société, nous avons mis une plateforme والاستاذ يقدر يعطي الكور ديالو ا ديستونس. دابا كنشوفوا امين دابا كيدير التطبيق ديال هاد الدرس، ولكن يقدر يكون امين استاذ موجود في باريس ولا في الدار البيضاء ويعطي الدرس هنا في اغبال مع التلاميذ ديالو. فريق البركان اللي دارت هاد التجربه ان شاء الله تعيد بالخير على وليدات الشعب. لا فاك دو ميديسين ديال الدار البيضاء عندهم ان بروجي في هذا الشيء. لينسا في وجدة، لونيفرسيتي ديال وجدة، كاين لونيفرسيتي دو ستات و لونيفرسيتي ديال الجديدة، حتى هما غاديين في هاد لي بروجي إن شاء الله، أبارتي دو سبتمبر بروشان، دونك أون فا انستالي واحد لي سيستيم باغاي في هاد لي زونيفرسيتي. كاين طلب بزاف بالنسبة لليونيفرسيتي، ولكن هاد الشيء خصو يكون مام في التعليم الابتدائي والثانوي ان شاء الله. واحد الوقت ساعه ديال التعليم اترافير ان كاس فيرتويل كتشوف لا سوليسيون اون 3 دي، دونك لا سوليسيون كتعطى واحد. والتلميذ دابا التلاميذ ديالنا اجوردي خصهم يشوفوا الرؤيه، دونك ما خصوش يكون الملل باش يتعلم، خصو يلعب ويتعلم. دونك كتكون التلميذ عنده لا كابتاسيون بلوز امبورتونت بارابور لا ميثود القديمه. يوسف بدراوي مؤثر على الجمعيه الاقليميه للترفيه والتنشيط، ومؤثر بالخصوص في الماده ديال الميتافيرس. صراحه وليدات ديال جهه ديال اغبال محظوظين كثيرا لوجود هذا المركز هذا، ووجود هذه المعدات الحديثه المتطوره اللي غادي تتيح لهم الفرصه انهم يتعلموا اشياء جديده بطريقه جديده ومبتكره، واللي كنسميوها حنايا اون اكسبيريونس اميرسيف، يعني هي واحد التجربه غامره اللي كيعيش التلميذ ولا الطفل فيها بحال الا كاين في هذاك المكان حقيقه. وهذه التجربه مكنات العديد من الاطفال انهم يكتسبوا مهارات جديده في الحياه ديالهم، واليوم تحت الفرصه لابناء هذه المنطقه هذه انهم يعيشوا هذه التجربه، التجربه الغامره. وهذه التقنيه ديال الميتافيرس هي واحد التقنيه اللي ظهرت بشكل كبير في اواخر العشرينات، وخاصه من بعد الجائحه ديال كورونا، اللي لقاو ان مارك زوكربيرغ لقى بين اللي غادي يكون واحد المكان ولا واحد الملجا للتعلم، التعلم عن بعد، وكذلك ملجا للتعلم البديل عن التعلم التقليدي. في هذا العالم ديال الميتافيرس كنقدوا نشطوا في عدة مجالات، المجال ديال الفن، المجال ديال التعلم، في المجال ديال الطب، في المجال ديال الحرب، في المجال ديال الميكانيك، وكذلك في المجال ديال الالكترونيك، ومؤخرا ولاو تطبيقات اللي خاصه بالبرمجه عن طريق الميتافيرس.